اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من ملعب الاهلي. عمري ما احب غير الاهلي ولا في غيره يفرحني. ده نداء الجماهير، نداء الجماهير النهارده ان احنا دايما هنفضل ورا النادي الاهلي، دايما هنفضل واقفين وراه، دايما بنحب هذا النادي، دايما بنحب اسم هذا النادي وشعار هذا النادي ولاعيبه هذا النادي. لاعبين اليوم الحقيقه عندهم مهمه كبيره جدا جدا جدا، هي مهمه صعبه، مهمه فيها منحنيات كثيره جدا هنتكلم عنها النهارده من الناحيه الفنيه، ولكن في النهايه زي ما جمهور النادي الاهلي دايما بيقول عمري ما احب غير الاهلي ولا في غيره يفرحني، هي دي الحقيقه، هي دي اللي الجمهور او النهارده اللاعبين لازم يعرفوا هذا الموضوع، وهم بالفعل عارفين قد ايه ان الجمهور النهارده مستني ماذا سيفعل لاعب النادي الاهلي. الجمهور النهارده لا ينظر الى النتيجه ولكن ينظر الى شكل واداء اللاعبين جوه الملعب. خدوا بال حضراتكم النهارده يوم مهم جدا 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 في تاريخ النادي الاهلي، ليس لانه اتغلبنا في المباراه السابقه والنهارده جايين نعوض، ولكن هناك رسائل كثيره جدا جدا. اول هذه الرسائل من مباراه اليوم، طبعا الرسائل دي موجوده وهتبقى واضحه جدا قبل مباراه اليوم واثناء المباراه وبعد المباراه، قبل واثناء وبعد المباراه. الرساله الاولى الحقيقه اللي عايز اقولها لحضراتكم هي رساله من جمهور النادي الاهلي. ازاي جمهور النادي الاهلي وكالعاده الحقيقه دائما ما يقف خلف فريقه، دائما ما يقف خلف فريقه على الحلوه والمره معاه، دايما على الحلوه والمره معاه. الحمد لله، الحمد لله والشكر لله، الحلوه دايما كتير جدا جدا جدا، المره اوقات قليله، ولكن جمهور النادي الاهلي هو الجمهور الحقيقي، هو الجمهور اللي بيقف خلف فريقه زي ما بقول لحضراتكم وزي ما دايما بأكرر على حضراتكم على الحلوه والمره معاه، على الحلوه والمره معاه. النهارده يوم صعب زي ما قلت لكم، يوم مهم ويوم صعب. النهارده يوم الكبرياء، يوم الكبرياء والكرامه ستعود، او الحقيقه دايما النادي الاهلي كبرياءه وكرامته فوق الكل، ولكن النهارده الحقيقه اللاعبين مستنيين. النهارده اللاعبين عاملين محطوطين زي موجودين في مكان ومقفول عليهم بالباب ومستنيين الباب يتفتح النهارده ان شاء الله. النهارده يوم مهم، يوم صعب، يوم الكبرياء ويوم الكرامه، لان النهارده طبعا نفسنا نتاهل ونفسنا نوصل للدور اللي بعد كده، ولكن هناك صعوبات وهناك اشياء كثيره جدا زي ما حضراتكم عارفين. مهم جدا ان تبقوا حضراتكم عارفين النهارده ان المباراه فيها منحنيات كثيره. يعني ايه منحنيات كثيره؟ يعني ممكن لا قدر الله يحصل اي حاجه، جمهور النادي الاهلي، وانا بدانا بشكل وجمهور النادي الاهلي وهو بيشجع فريقه كالعاده ودائما، كالعاده ودائما، من اول دقيقه من فضل حضراتكم لغايه اخر دقيقه عايزين حضراتكم واقفين خلف الفريق، مش عايزين نعمل اي حاجه، عايزين نشجع فريق النادي الاهلي فقط، مش عايزين نعمل اي حاجه. انا عارف النهارده ان استوديوهات ما قبل المباراه في قناه النادي الاهلي بيشوفها ملايين الاهلاويه، فمن فضل حضراتكم وده رجاء، وانا متاكد ان حضراتكم دايما دايما بتبصوا على مصلحه النادي الاهلي، من فضل حضراتكم النهارده عايزين شيء واحد فقط وهو المسانده، المسانده، المسانده. صدقوني لاعبين في اقصى مستوى من التركيز، انا بقول لحضراتكم ده كلام انا شفته بعيني، مش هقول لكم ازاي، هقول لكم بعد المباراه ان شاء الله، ولكن في اقصى مستوى للتركيز لهؤلاء اللاعبين النهارده، في اقصى مستوى للتركيز للجهاز الفني، لاعبين بينظروا لشيء واحد فقط ان هم عايزين يرضوا جمهور النادي الاهلي وعايزين يتاهلوا، عايزين يتاهلوا، عارفين ان الظروف صعبه وعارفين ان النسب او فرصه ان احنا نصعد الى دور الثمانيه صعبه وبعيدة. خلينا نتكلم بمنتهى الواقعية وبمنتهى الصراحة، أنا دايما بحب أتكلم معاكم كده صراحة وواقعية. الفرصة بعيدة، ولكن هو ده النادي الأهلي، هم دول لعيبة النادي الأهلي، هم دول جمهور النادي الأهلي. الرسالة اللي دايما بنبعتها لحضراتكم أو جمهور أو لعيبة النادي الأهلي بيبعتوها لحضراتكم والجهاز الفني من خلال ملعب الأهلي، إن احنا هنقاتل من أول دقيقة لآخر دقيقة لغاية لما الحكم يصفر مهما كانت النتيجة ومهما كانت الظروف. خدوا بال حضراتكم هنا في ملعب الأهلي وكل قناة النادي الأهلي أكتر ناس بنخاف على ملعب، بنخاف على فريق الأهلي وعلى كبرياء واسم النادي الأهلي. عشان كده أنا ببعت لحضراتكم رسالة على لسان اللاعبين، معظم اللاعبين، معظم اللاعبين قالوا لي هذه الرسالة، قالوا لي احنا هنقاتل من ساعة ما الحكم يصفر مع بداية المباراة وحتى نهاية المباراة،
احنا لا نطلب شيء الا مساندة الجمهور، لا نطلب شيء الا مساندة الجمهور. فمن فضل حضراتكم النهارده 90 او 95 او اكتر شويه او اقل شويه، كلهم مساندة، كلهم تشجيع مهما كانت النتيجة ومهما كانت الظروف. ولو لا قدر الله حصل حاجة ودخل فينا هنا ولا مفيش أي مشكلة، نبتدي تاني ونشوف تاني إيه اللي هيحصل. دايما بقول لكم السيناريو اللي بيجي في دماغي، أو دايما اللي أنا مش بتكلم على الفروق الفنية أو ما بتكلمش على الفنيات، ولكن أنا بتكلم على شكل السيناريو. مباراة باريس سان جيرمان وفوزه على برشلونة برباعية مقابل لا شيء، وحتى الدقيقة 87 النتيجة 3-1 لبرشلونة في الكامب نو، وفي 10 دقايق 6-1 6-1. فعشان كده بقول لحضراتكم من فضلكم النهارده احنا كلنا واقفين خلف فريقنا، كلنا هنساند الفريق، كلنا مستنيين اللاعبين، واللاعبين اللي بعتوا لحضراتكم رساله من خلال ملعب الاهلي وبيقولوا لكم احنا هنقاتل على كل كوره من اول دقيقه لاخر دقيقه. رسائل زي ما قلت لكم، اولها او اول هذه الرسائل الجمهور، مساندة الجمهور، اللاعبين والقتال، كبرياء النادي الأهلي، عدم استعجال الفوز، عدم استعجال الفوز. في أي وقت ممكن نجيب جون، الجون بالمناسبة بيجي في ثانية، الجون بيجي في ثانية، كرة بتتلعب واحد بيحط رجله بيجيب جون. فمن فضل حضراتكم النهاردة يوم صعب ويوم تاريخي، ليس تاريخي عشان مش تاريخي علشان احنا لا قدر الله أو اتغلبنا في المباراة السابقة، ولكن أنا بتكلم تاريخي لأن النهاردة من أول نهاية المباراة السابقة وحتى الآن المساندة الجماهيرية للاعيبة النادي الأهلي غير مسبوقة. المساندة الجماهيرية للاعيبة النادي الأهلي ولجهازه الفني غير مسبوقة. هو ده اللي احنا عايزينه من حضراتكم، من فضلكم النهاردة المساندة المساندة المساندة. ليه المساندة؟ لأن كبرياء النادي الأهلي خط أحمر.